ويسقون كأسا كان مزاجها زنجبيلا. لماذا الزنجبيل موجود في الجنة؟ المشروبات في الجنة بنكهة الزنجبيل، لماذا؟ العلماء يكشفون 7 أسرار مذهلة لهذه المادة الرائعة التي معظمنا يغفل عنها حقيقة. الفائدة الأولى أيها الأحبة، فوائد عجيبة بالنسبة للدم. الدم يجري في عروقنا، عندما يكون نظام الدورة الدموية لديك ممتاز فاعلم أن جسدك بصحة رائعة، لأن الدم يدخل إلى الدماغ، إلى الأعضاء، مضخة القلب لها دور أساسي، فالزنجبيل ينشط عضلة القلب وينشط الدورة.